في ضيافتنا فنان تونسي اصيل، صوته جميل، شاب وشباب، تبارك الله عليه. قريبك عاد انت حسين العفريت، قلت عمك عمك حسين العفريت عمك، والله العظيم كبرتوه حسين مسكينه. عسلامه رمروم وعسلامه ليكيب الكل وعسلامه مستمعي كنوز افام والساحل الكل. ان شاء الله يا ربي نعملوا عشويه مهبوله مع بعضنا ونسمعوا المزيكا ونضحكوا ونفدكوا ونكتوا برشا جو. من احسن الاغنيات بالحق اللي انا بك اللي سمعتي لي، قلت لك راني نعرفها اغنيه الحق معك. الاغنيه هذه جت مع الحق معك ولا قبل الحق؟ قبل الحق معك. قبل الحق معك. لا قبل الحق معك. هذيك علاش انا زدتها. الاغنيه هذه 2011 دونك اخر 2011 خرجت الاغنيه هذه، كلمات والحان سليم عبد الله وتوزيع نعمان الشعري. ان شاء الله تنسمعوها من بعد وان شاء الله تعجبكم. دونك اغنيه تونسيه، كلام تونسي مزيان خفيف، اغنيه ريتمي ماهيش كوبي، تشبه لي الاغنيه. توا انت مش مقصر في حق روحك، حق معايا ولا لا؟ على معك. على وزن اغنيتك الحق معاك. الحق معاك صحيح صحيح. والله باش نقول لك رمرم، معناها بوتيتر نجم نكون مقصر صحيح، مي الناس كل تعرف الظروف اللي تعدت بها البلاد. بعد ذاك كملت نص ديني، دونك ماك تعرف الجوج نتاع العرس والحركه ومنا ومنا وبيت النوم وبيت الصاله وبيت القعاد والاكسسوار والديكور والفينيسيون ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو. دونك توا بقدره ربي ان شاء الله باش تستناوني في برشا جديد وبرشا مفاجات وبرشا غنايات، وفما توت اون استراتيجي باش نتبعها وان شاء الله ربي يوفقني وربي يسهل فيه الخير. معناها انا واحد من الناس في اختياري للبروجي نتاعي ولا الاغانيه ولا حاجه، نشاور برشا اصحابي ونشاور الفنانين وناخذ رايهم. نمشي لحسين، نمشي لمحمد الجبالي، نمشي لامنه، معناها هذوما الكل ناخذ رايهم يعطيوني فكره ونقول لهم شقولكم كان نعمل هكا، قول لي لا راهو هذه تجي خير، اعمل هكا خير بحكم الاكسبيريونس. معناها انا اللي راه كونه في عوض العداوه والعرق والقيل والقال وهذا بيه وهذا عليه وهذا حاجه، ننفعوا رواحنا ويفعوا بعضهم باش نقدموا ونقدموا برودوي باهي ومزيان. خاطر راهو كي ينجح الفنان التونسي راهو باش يهز اصحابه معاه ويهز دراب وبلاده معاه. معناها انا كي نشوف بار اكزومبل نور شيبة ولا وليد التونسي نورونا وشرفونا في محافل البرة وفي معناها مهرجانات البرة، ولا الفنان الكبير لطفي بوشناق ولا اي فنان دنيارمو محمد الجبالي معناها وقع تكريمه في ذكرى وفاة عبد الحليم. دونك هذا شرف، معناها هذا شرف للفنان التونسي الكل. انا اليوم بمناسبة عيد ميلاد 25 الجالوري بن زينب اللي نحنا موجودين بحذاه، ديريكسيون حمام سوسه بجنب كارفور اكسبريس خزيمه، الجالوري بن زينب اللي عمل ان بون لوكينغ، اللي عنده ان بون معناتها برودوي دي موبل مودرن، ديفيرسيفيكاسيون في الشوا موبل بابي بان دي ريدو، عنده كل حاجه باهيه. اليوم سي غراس ا جالوري بن زينب وغراس لليد مش بريئه ياسر، هي لا محاله، اما محسوب بريئه محسوب، ما مش بريئه برشا اما بريئ محسوب. لا مش بريئه برشا اما وجه خير، هو هاك ريد على جيته هو على جيته هو باش نربحوا اليوم دي كادو خمسه، معناتها 5 بون داشا. الاول اوديتور والا اوديتريس وصل بحذايا الجالري بن زينب، احمد سعد هو اللي مش يعطيه الكادو، مش يقعد يتذكركم. توفيق، دونك مرحبا بك سي توفيق.
قال لي السي نزار قال لي خص توفيق ومشي قلت له على الدنيا سلام اذا موبيل الكل ما لقاش توفيق ومشي قلت له لنا مشكله كبيره. مرحبا بيك عايشك. مرحبا بكم عايشك. احنا زدنا اضافه بارابور الموبل سي كو اون انتغري تو سكي ارتيكل دو ديكوراسيون اونتر اوتر دخلنا باركي دخلنا لي ريدو دخلنا لي تابي برشا ديكور وهذاك الديكور سو لي كونساي بيان اونتوندو معناتها جروب سبيسياليزي اللي هو ديكوراتريس واحد وكل هذوما معناتها خاطر تعرف توا دو نو جور لي جون واللي يحب يأثر في داره وكل كي ما عادش يشري موبل يحطه وين يجي ولا يحب يشري حاجه متناسقه دونك احنا اون لوي دون لوكازيون عندنا اون بلوس لهنا اون كونسيير كليون اللي تتلهى بالكليون سبيسيالمون معناتها باش حاجته في داره معناتها تعاونوا في الذوق تعاونوا في برشا حوايج. احلى يوم لي كادو تري زيليغون. Donc, des bons d'achat, 5 bons d'achat, prime de 150 dinars. عسلامة كبريم تفضل مرحبا بك. مبروك فما اوديتريس واحدة أخرى زادة. أي عسلامة اللي خليت تفضل. أي مثال إيش شبح حذايا إيش شبح حذايا اوديتريس بركة هي أنت زادة أنت الأولى جيت أنت تزهز قاعدة. تفضل مرحبا. شنو أحوالك؟ عايش نسأل بيوك مكارون شنو تحب؟ مكارون لا خلينا نفرحوا بها عاد. تفضل تفضل. توتر باش تاخذ مكارون. ميرسي والله ميرسي يعطيهم مساحة بنزين فرحوا بنا على الآخر على الآخر ميرسي بوكو. يلا هذايا البون داشار هذي كالوري بنزين دونك ذكر نحن موجودين في غاليري بنزين باللي على طريق حمام سوسة دونك لو غران باركور غاليري مازال كيعمل الريوفرتور تاعو بمناسبة عيد ميلاد بال 25 كهو قلنا عسلامة شكرنا بوسنا حظنا ابكي استنى ساعة. مرحبا بكم في الغاليري ساعة وكيما تشوفوا معناتها عملنا رولوكينغ للغاليري نتاعنا اون انتيغري برشا برودوي جدد تلك كيما قال مسيو البابيي بان باركيه tout ce qui est tapis etc à part le meuble les rois modernisés ou vous êtes Olina Mandan on s'est spécialisé puis les produits tout ce qui est salon de thé ou café ou quoi donc on a des parasols on a tout ce qui est professionnel on a un salon de thé on a un café ميرسي سي توفيق ميرسي مدام ريم ربي يفضلكم ميرسي غاليري بنزينب مازال عندنا جايه اخرى بحذا غاليري بنزينب مازلنا باش نربحوكم ما تايسوا شارجه بحذا ما اخرى بزيد نربحكم احمد سعد سمعني اغنيه حلوه برشا اللي هي اغنيه يا ليام يا ليام كلمات والحان كلمات والحان وتوزيع امين القلصي اي وغناء احمد العفريت سابقا احمد سعد توا بالحق اي نعم كيفاش معناتها هذه اغنيه خذيتوها وارثينها ولا مش وارثينها ما انا الاسم الفني كان احمد العفريت خاطر في الديبيو نتاعي في الكونسيرفاتوار ولا في دور الشباب ولا دور الثقافه سالوا دونك نسبة للحسين دونك كانوا ديما يعيطوا لي عفريت 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 فهذايا برمي الاستراتيجية اللي وضعتها وحطيتها معناها كونه بدلنا الاسم الفني وان شاء الله يكون طالع خير علينا هو احمد سعد ان شاء الله بالسعد ولهنا كما نقول فما اغنية فقسية تيبيكمون يا بوعك زين يا بوعك زين يا بوعك زين رجالك حضروا انت وين يا شيخ الحضرة داويني نبرة واسقيني خمرة وعيت على بوعك زين يا بوعك زين يا بوعك زين يا معك زين رجالك حضر وانت وين وشاهن زهور المنوبية سيدة الباهية بابا يا حريري ويا شيخة وعالي على جدي على جدي على جدي محمد يا ابو علي الله 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 على احمد سعد شنو سلاحك في الحياه؟ لسانك صفاء نيتك رضا والديك والا الصبر؟ رضا والدي اول حاجه والصبر الصبر صبور مالغري اللي فما برشا عساف العجله وبرشا يعني عراقيل في الحياة كسوة في الحياة العادية ولا في الحياة الفنية معناها مي الحمد لله سالو 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 الناس كل سالو الناس كل دونك كيما قلت لك أول حاجة رضيت والدي والحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يرضيهم عليا دنيا وآخرة والصبر الصبر أما ما
ماكش قاعد تخدم كيما نحب انا راهو جوستومون هنا الانتوزيازم نتاعك طاح شويه على قدره ربي بقدره ربي من هوني القدام باش تشوف احمد سعد موجود بقوه في الوسط الفني ان شاء الله بقدره ربي.